طيب، في نسخه لسه مش موجود، 26/1 موجود من أصل 50، مش مشكلة. بعدين بناخذ غياب، يعني نشوف مين امتى كل واحد يعمل لوجن حسب الهاي بندخل. anyway، بدنا نحكي اليوم عن موضوع جديد اللي هو 2.6 سيكشن 2.6 في الكتاب اللي كان نتكلم عن ستاندرد فورمز. تمام، بدنا نحكي اليوم اول اشي عن المين تيرمز. راح اعرفكم على الاشياء وعلى الترمينولوجي، وبعدين ايش نشوف كيف نمثل الفانكشنز البوليان فانكشنز باستخدام المين تيرمز والماكس تيرمز لليوم. طيب افرض عندي انا اند جيت بدخلها تو انبوتس ولها ون اوتبوت، والتو انبوتس هيكونوا بدلاله ايش؟ اكس وواي. تمام، هذول تو انبوتس بدلاله اكس وواي. هسه للاكس ممكن تدخل اكس او ايش؟ اكس كومبلمنت، صح؟ وللواي ممكن تدخل يا واي يا واي كومبلمنت، مزبوط؟ فالاكس اما بتكون برايمد او ايش؟ ان برايمد. في ان برايمد او ان برايمد؟ مين بيعرف؟ مين بيعرف؟ كومبلمنت بالضبط، هاي اكس كومبلمنت او ايش؟ اكس. والواي نفس الاشي، يا حتدخل كواي يا واي كومبلمنت. طيب معناها كم احتمال عندي انا للاكس والواي انه يدخلون على الان تيرم؟ يعني كم احتمال من هذول الاشياء بقدر اكون اذا بدي ادخل على انبوت منهن اشي بدلاله اكس وانبوت ثاني بدلاله واي؟ اربع احتمالات. اربع بالضبط، بالضبط اللي هن ايش؟ حيكون عندي اكس كومبلمنت واي كومبلمنت، او اكس كومبلمنت واي، او اكس واي كومبلمنت، او اكس واي. في غير هيك؟ هذول عددهم اربع احتمالات، هذا بيساوي ايش؟ 2 قوة ان، ان اللي هي ايش؟ نمبر اوف ايش؟ variables. طيب هاي الأربع احتمالات شو بسميهم هذول؟ هذول بسميهم إيش؟ مينتيرم. فالمينتيرم هو أنتيرم، ماشي؟ عبارة عن أنتيرم بيظهر فيه كل variables. تمام؟ يعني لو كان x y z كم مينتيرم عندي؟ ثمانية. بالضبط، من صفر لسبعة، صح؟ هسه بنحكي لكم كيف الأرقام. طيب هسه هذا إمتى بساوي؟ هاي لو بينات أند، هذا بإيكوال 1 وين إيش؟ إكس وواي شو بتساوي؟ متساويات. صفر. لا متساويات، بس شو قيمة كل واحدة منهن؟ صفر. صفر صفر، صح؟ آه صح. هاي بيساوي 1 امتى؟ x برايم 0 و y 1. بديش انا بدي بدالة x y هون. شو اكثر؟ x 0 و y 1. طيب وهنا هاي بيساوي 1 لما امتى؟ x 1 y 0. بالضبط. وهاي بيساوي 1 لما امتى؟ x 1 y 1. طيب هسه لو بدي اعبر عنهم بالديسيمال، شو قيمتها؟ شو القيمة هون؟ لا ورو زيرو. والبعديه واحد. وهاي اثنين ثلاث. طيب هسه المين تيرم بعبر عنه بحرف ام صغير، وبحط له ايش؟ سبسكريبت اي او جي اللي بدك اياه. تمام، بس شو هذا الاي السبسكريبت مين بجيبه؟ من هون اللي هو قيمه الكومبينيشن اللي خلى المين تيرم 1. ماشي شباب؟ يعني هذا شو بيساوي معناته؟ هذا ام ليش؟ صفر ها. من واحد
واضح شباب كيف واضح فكرة المين تيرمز؟ هذول هم المين تيرمز تاعوني. هذا مش فاهم؟ حد عنده سؤال؟ أنا دكتور أنا هسه فتت ما فهمتش ليش 2-3. إيش ما فهمتش إيش؟ ليش 2-3؟ ليش مش 1-1؟ وين؟ هون يعني قصة؟ جدول تاع الديسيمال. آه اللي هو قيمة الديسيمال عرفت؟ آه هسه أنا اللي حكيته إنه هذا المين تيرم شو قيمة إكس واي بتخليه 1؟ قالوا لي 0-0. قلت لهم طب شو قيمته بالديسيمال؟ قالوا لي 0. فاستخدمت هاي عشان أحطها وين؟ للسبسكريبت. يعني هاي الصفر اللي هي هاي تمام؟ وهاي الواحد اللي هي هاي وهاي الاثنين اللي هي هاي وهاي الثلاث اللي هي هاي. حدا مش فاهم ايش الشباب؟ ولاحظ الام هون سمول لتر مش كابيتال بيفرق لانه هسه نشوف الكابيتال شو. فالمين تيرم عبارة عن ان تيرم لا بس تظهر فيه ايش كل الفاريبلز. يعني اذا كان الفانكشن بدلات اكس واي وزد او دبليو اكس واي زد لازم كم لترال بيكون بالتيرم؟ اذا كان دلالة دبليو اكس واي زد كم لترال بكل تيرم بكل من تيرم؟ 3. كم لترال؟ 3 لترال 3. لا بقول لك دبليو اكس واي زد لازم يظهر الدبليو والاكس والواي والزد بالتيرم 4 صح؟ وكل لترال يكون برايم دي ان برايم مزبوط؟ قاعد بقول لك انا دلالة ايش؟ افرض عندي انا function of ايش؟ w x y z او الفاريبلز هذول هن w x y z. المين تيرم كم لترال بيظهر فيه؟ 4 4 اللي هن w x y z وكل واحد ياخذ يحط عليها برايم يا بحطش حسب شو رقم مين تيرم. والمين تيرمز ارقامهم هتكون من ايش؟ من صفر لكم؟ 15 من ام 0 لام 15 واضح؟ يعني هون ظهر عندي اثنين ليش؟ لانه فيش غير اكس واي. اشياء ثانيه اذا مثلا عندي زد بصير اكس واي زد. اذا كان عندي دبليو اكس واي زد دبليو اكس واي زد. طيب لازم يظهر كل التيرمز عشان اسميه من تيرم ويكون اند بيناتهم وكل واحدة يا عليها برايم يا ما عليهاش. بطلب بعرف منهم من اللي عليها برايم او ما عليهاش بعرف شو قيمة ايش المين تيرم. طيب مثال W X complement Y Z هذا شو رقمه المين تيرم؟ هذا ام ايش؟ هاي ام ايشي صح؟ هاي ام ايش؟ هذا السؤال تاعي. هاي علمت سؤال شو شباب؟ الطريقة كالتالي اللي عليها برايم عشان تنطين هسا عشان هذا يكون 1 شو لازم يكون؟ كلهن 1 هاي 1 وهاي 1 وهاي 1 وهاي 1 صح؟ طيب شو اللي عليه برايم معناته بالأصل شو كان أصله عشان يكون 1؟ صفر صفر صح؟ هاي صفر وهاي 1 وهاي 1 وهاي 1 حول هذا الرقم لديسمال شو هو؟ هذا بالديسمال 11 صح؟ معناته أم الإيش؟ هذا أم الـ 11 فهمتوا كيف؟ طيب حدا مش فاهم؟ طيب مثال ثاني أنا دكتور ما فهمت كيف. طيب هاي مثال ثاني عشان تمشي معي W X Y Z complement complement الشاب اللي ما فهمش إيش اسمك؟ محمد دكتور. محمد ركز معي محمد. محمد هذا امتى بكون 1؟ شو قيم W X Y وزد عشان يكون هذا 1؟ هذا الاند بيناتهم طبعا لازم يكونوا W 1 وال Y 0 0 ال Y وزد 0 0 عشان لما تكون كومبليمنت شو ينطيني؟ 1
واحد، فوين ما في برايم بحط زيرو. طب هذا طلع لي بالديسيمال، شو هذا بالديسيمال؟ اثنين. لا هذا لا، اللي مش بالديسيمال ثمانية وأربعة 12 صح؟ 12، فهاي أمر 12. طيب؟ تمام. فهمتوا كيف شباب؟ تمام. حد عنده سؤال؟ حدا مش فاهم؟ طيب النقطة البعديها، هسه بتعمل ايش؟ اشي تحكي اشي اسمه ايش؟ ماكس تيرمز، مش من تيرمز، ماكس تيرمز. افرض عندي ايش؟ اور جيت، نفس الديسكشن بس في اختلافات بسيطة. بدي ادخل عليه ايش؟ اشي بدلالة اكس وواي. كم احتمال عندي؟ اربعة. نفس الاشي صح؟ طيب هاي اكس، هاي واي، هيكون عندي ايش اللي هم لو رتبتهم زي المرة الماضية هيكون اكس كومبليمنت اور واي صح؟ بس شوي على اليمين، لو رتبهم هيك هيكون عندي اكس كومبليمنت اور واي كومبليمنت صح؟ اكس كومبليمنت اور واي اور واي كومبليمنت اكس اور واي بالضبط. طيب هسا السؤال هون راح يفرق، هون راح أسأل حالي إمتى هذا بيساوي مش 1، إيش بيساوي؟ صفر. وهذا إمتى بيساوي صفر، وهذا إمتى بيساوي صفر، وهذا إمتى بصفر. وين إيش؟ بدي أحط قيم X و Y، ما يكون X و Y واحد بالضبط، لما يكون هنا واحد واحد صح؟ إذا واحد كومبليمنت شو بصير؟ صفر، يعني عوض واحد واحد هون شو بطلع؟ صفر أو الصفر صح؟ بطلع صفر. طيب الثانية إمتى بطلع صفر؟ مع X واحد واي زيرو. صفر. واحد وصفر. هاي. صفر واحد. صفر واحد. هاي. زيرو زيرو. طيب هسا بالديسيمال شو قيمته هذا؟ هاي بالديسيمال. ثلاث اثنين واحد صفر. اثنين واحد صفر. طيب معناته هذا أم بالإيش؟ هاي أم كابيتال بحطها. الفرق شو؟ إن هاي أم كابيتال، أم الإيش هذا بسميه؟ الثلاث. ثلاث. أم الثلاث. وهذا أم الإيش؟ أم الاثنين وأم الواحد وأم الزيرو. ماشي تمام؟ ماشي شباب؟ الفكرة إنه ليش دكتور؟ ليش إيش؟ ليش عكستهم الترتيب؟ ليش صارت ثلاثة؟ أنا قلت لك أصلاً السبسكريبت هذا اللي هو هون أو هون، منين بجيبه؟ من الإكوفلنت فاليو للديسيمال تاعت الكومبينيشن اللي بتحقق الشرط هذا. هون كان يساوي زيرو، هناك شو كان الشرط؟ إنه يساوي 1. للماكس تيرمز الشرط إنه يساوي زيرو، للمين تيرمز إنه يساوي إيش؟ يساوي 1. تمام. أنت سألتني ليش؟ لأنك ما فهمتش اللي قبلها، معناته ما كنتش فاهم قبلها. أنا عشان دخلت متأخر دكتور. طيب شباب، شباب بدخل متأخر يعني سؤال بسيط مش مشكلة، بس إذا بدك تفهم من أول أكثر من أول، ما ينفعش كل شيء أعيد الشرح إذا أنك أنت كنت متأخر. إذا ما في الأول عادي ماشي، إذا أنك حاضر ما فهمتش اسألني، بس إذا متأخر يعني هاي مشكلتك، رجع حضر الشرح بعدين. يعني هسه كمان ربع ساعة واحد يسألني إشي شرحته قبل ربع ساعة مش منطق صح؟ صحيح دكتور حقك، بس يعني أول خمس دقائق عشر دقائق بتفهم عادي. لا مش مشكلة، يعني أنت لسه هسه بالفترة اللي أنا بعد ما شرحتش كثير سهل أقول لك اللي راح عليك تمام، بس كمان ربع ساعة صعب بصير حد يسألني عن إشي شرحته أول محاضرة. مزبوط؟ مش عندك أركان بحكي بشكل عام. تمام. طيب أي سؤال شباب؟ طيب افرض أنا عندي إيش؟ W X Y Z هذول variables تاعهم. شو رقم W X Y Z هذول بيناتهم OR. أوكي شو رقم الماكس تيرم؟ هساوي الماكس تيرم لازم الحالة التالي عشان اطلع شو الماكس تير، انه شو قيم W X Y Z اللي لو اعوضها بتنطيني صفر. هاي لازم تكون صفر. طب X شو لازم تكون عشان تصير X برايم صفر؟ واحد صح؟
مظبوط. الو اه دكتور بس الو مظبوط الستيشن كان معلق. اوكي طيب ال W صفر والإكس كومبليمنت لازم تكون صفر، معناته الإكس شو كانت قيمتها الأصلية؟ واحد. والواي لازم تكون صفر والزد كومبليمنت صفر، صفر معناته شو قيمة الزد الأصلية؟ واحد. هذا الرقم إيش في ديسيمال؟ خمسة. هاي أم الخمسة. طيب W إكس كومبليمنت واي زد كومبليمنت لو أندينج شو رقم المين تيرم؟ يلا سريع مين بيقدر ينطيني؟ عشرة. عشرة طيب اللي هي ايش؟ لازم هنا 1 0 1 0 صح؟ طيب هسه اشي ثاني بدي اشرحه اللي هو ايش؟ انه الكومبليمنت للمين تيرم والماكس تيرم. هسه مين تيرم الاي كومبليمنت شو بساوي؟ ومن وماكس تيرم الجي شو مكان كومبليمنت شو بساوي؟ مين تيرم الجي كومبليمنت شو بساوي؟ ام زيرو كابيتال صح؟ وام مثلا ثلاث كومبليمنت شو بساوي؟ ام ثلاث. واضح شباب؟ ناخذ مثال مثلا افرض انت عندك x y z، افرض انت عندك الماكسيمم x or y كومبليمنت or z، تاخذ له كومبليمنت شو بساوي هذا؟ مين بيقدر يعمل الكومبليمنت لهاي؟ عادي مورغانز x كومبليمنت and y and z كومبليمنت بالضبط. طيب هاي بالمين تيرمز والماكس تيرمز قلنا هاي لازم شو قيم اكس واي تخلي لي هاي الاشي صفر اللي هو ايش؟ صفر واحد صفر صح؟ معناته هذا شو كان؟ ماكس تيرم شو؟ الاثنين وعليه كومبليمنت صح؟ هذا ايش سوا؟ هذا اي مين تيرم؟ شو القيم اللي بدي اعوضها عشان يكون ايش؟ x y z عشان تكون قيمته 1 اللي هي هيك 0 1 0 اللي هو هذا معناته من الترم 2. طيب وضحت شباب القاعدة؟ اه تمام تمام. طيب هذا التيبل ايش ورجيني هون اللي شرحناه قبل شوي بس ل 3 variables. أنا شرحت له 2 variables اللي هي x y، فهم بشرحوا له x y z، فهيهم مرتبين x y z وبدي اسمع قيمتهم هذولا 0 1 2 3 4 5 6 7 تمام. طبعا ترتبهم انه x هون مش هون مثلا، ليش؟ لانه لما يجيك function راح يكون هيك مرتبين x y z. افرض الفانكشن كان function of ايش؟ y x z، شو بتعمل؟ بدك تغير ترتيب، بدك تغير ترتيب هون. طيب فانت بتحط هنا نفس ترتيب الفانكشن، شو البارامترز كيف مرتبين، ونفس الاشي هذول ترتيبهم نفس ترتيب الفانكشن، كيف تقراهم بالباينري نفس ترتيب الفانكشن. طيب شباب طيب فهاي همه ناخذ مثال مثلا هون هسه ال1 دوت اندينج دلاله قيم اكس واي زد عشان ينطيني 1 لازم احط البرايم وين على الزيرو هاي وعلى الزيرو هاي صح؟ فعشان هيك حطيت على الواي وعلى الزد. طبعا هاي شو قيمتها 4 هاي ام 4. هسه نفس الكومبينيشن اكس واي زد وين بدي احط البرايم على ال1 اللي هي على هاي عشان تكون ايش؟ تكون الاورينج بيناتهم ماله 0. طيب شباب حتى سؤال على الجدول هذا موجود بالكتاب طبعا مش حفظ بس انت لازم بلمح البصر يصير طلع من الفهم طريق اللي علمتك اياه يعني ما بينفع بالجزء الامتحان
لك ايش؟ ما تكونش سريع. على فكرة في كويز يوم الخميس الساعة 7 المساء تشابتر 2 كامل. وصلت معلومة؟ سمعتوني؟ دكتور. دكتور؟ نعم. في مجال يكون للسبت؟ لا، الخميس أعلننا للطلاب، يعني أعلنت أنا شعبتي وأظن الدكتور فريوان أعلن. طيب. عندك ثلاثة عطلة والخميس عطلة. إحنا كان المفروض السبت هذا خلصنا نطيب، يعني بالمادة خلصنا، بس قعدتوا تقولوا لي في عندكم امتحانات، قلنا خلص الخميس. يعني هاي الثلاثة عندك عطلة، الأربعاء بعرف إيش يعني، حتى لو عندك امتحان عندك بقية الأربعاء وبقية الخميس. تمام دكتور، يعطيك العافية. الله يعافيك. الفلكسبيليتي بالوقت ما دام الكوزات موحدة صعب شوي، تمام؟ إنه أغير، لو إنه شعبة لحالها بصير سهل، بس ما دام الكوزات موحدة صعب بصير. يعني عندنا أربع شعب. طيب، هسه بدي أشوف إشي اسمه canonical forms اللي هو sum of min terms و product of max terms. ده عبر عن functions في the canonical form اللي هو إله نوعين، هاي أول نوع هاي ثاني نوع. هسه بدي أطلع على sum of min terms. افرض كمثال معطى إلي هذا الجدول truth table هذا لـ f1 of 2. F1 لو بدي أعبر عنه بدلالة من terms، تمام؟ شو بسأل حالي؟ وين وين هو عند هاي وهاي وهاي، صح؟ مزبوط؟ صح شباب؟ دكتور صح. طيب معناته أنا لو بدي أكتب بدلالة من term بدي هذا الكومبينيشن لما يجي للفانكشن، هذا فانكشن اوف ايش؟ اكس واي زد، صح؟ بدي لما يجي قيمه اكس 0 واي يعني يجي 0 0 1 يكون فن... لو بدي اعبر عنها باند، يعني لهذول بدي اعبر بدي اشبكهم باند جيت، شو لازم اشبك عشان هاي الاحتمال الاولاني؟ عشان هذا الكومبينيشن هذا يعطيني 1 اكس برايم واي برايم زد. حد مش فاهم معي انه لازم يكون برايم واي برايم وزد مش برايم عشان يعطيني عند الكومبينيشن هذا قيمه الفانكشن 1؟ طب حدا فاهمها؟ انا فاهمها دكتور. طيب في اثنين فاهمين ومفيش حدا مش فاهم وفي الباقي يعني مفهومه. طيب ماشي، صاروا اربعه فاهمين، تمام. هسا انا قاعد بقول لحالي انه ايش الفانكشن بيساوي هون او وين لما يجي او لما يجيني الكومبينيشن ايش هذا، صح؟ او لما يجيني الكومبينيشن هذا، شو قاعد اقول؟ او شو بدي احط؟ اور، تمام؟ يعني لما يجي هذا الكومبينيشن او لما يجي كومبينيشن ثاني اللي هو شو قيمته؟ خلينا ناخذ هذا 100. طيب ال 100 شو بدي احط؟ زد واي برايم اكس واي برايم بالضبط، اكس واي برايم زد برايم. هذا مش فاهم شباب؟ طيب الثالث شو راح يكون اذا باند جيت؟ اكس واي زد. طيب هذول لو بدي اعبر عنهم من تيرمز، شو رقم المين تيرم هذا؟ زيرو، هاي زيرو، هاي ون، صح؟ تو، ثري، هذا فور، هذا سيفن، صح؟ رتبات مهنة. فحيكون من تيرم واحد، اور من تيرم اربعة، اور من تيرم سبعة. مزبوط؟ طريقة ثانية عشان اعبر عنه، بحط اشارة سم. ماشي، اللي هو عشان الاور يعني تشبه السم، فحطوا لها ايش؟ استخدموا سيمبل ايش؟ السم. بحط ارقام المين تيرمز واحد واربعة وسبعة. هاي ثلاث طرق عشان اعبر عن الفانكشن هذا كايش؟ سم اوف ايش؟ مين تيرمز.
واضح شباب؟ أي سؤال؟ واضح دكتور. إذا أنطيتك تروث تيبل زي هذا تقدر تعبر عنه بثلاث طرق هاي؟ آه دكتور واضح. طيب ممتاز. نعم. كانت هاي. 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 طيب إيش اسمها sum of min terms؟ هذا أحد أنواع إيش؟ canonical forms. نعمل F2 طيب هسا. F2. كل X Y Z. لو بدي أحطها هيك. مين بدون sum؟ آه بدي أعبر عنها بالsum فوراً من truth table هذا. هاي F2. الثلاثة. هاي هذا 0 1 2 هذا 3 صح 4 هذا 5 هذا 6 هذا 7 صح 3 وايش 5 و 6 و 7 بالضبط. طيب وهذا ايش بيساوي؟ هذا بيساوي برضو ايش ام 3 3 زائد ام 5 اور هاي ماشي ام 5 اور ام 6 اور ام 7. خليني بس اكتب هنا واسع بيناتهم شوي يعني الثلاثة. طب دكتور ما في برودكت مش انه سم؟ في بس اصبر عليك. طيب طيب بدي افرطها لو بدي اعبر عن من الثلاث بسرعة هيك على السريع مين بيقدر ينقلني؟ انا عندي اكس واي زد صح؟ فور بحط اكس واي زد بيناتهم برايم اكس برايم واكس برايم اكس برايم ايش؟ بس اكس برايم. طيب مزبوط لانه ايش؟ بحط ايش ثلاثة بدي اعبر عنها هيك ون اللي عندي زيرو بحط شو اقباله برايم. طيب ام الخمسة بحط اكس واي زد وبكتب خمسة تحتيها هيك وين في زيرو شو بحط شو بعمل بحط عليها برايم. طيب الستة بحط اكس واي زد ما دامني من تيرمز صح وين الستة هيك بتنكتب صح. طيب وين في زيرو شو بحط برايم. السبعة اكس واي زد بدون برايم هاي سبعة ما فيش ولا واحدة بدها برايم. طبعا هاي الأرقام مش جزء من الحل هاي بس طريقة إلك عشان إيش تحت هاي عفوا عشان على السريع. طيب حدا بيقدرش يطلع لي زي هاي أو زي هاي من التروث تيبل؟ طيب في حدا بيقدر؟ طيب دكتور بس سؤال function 1 function 2 اللي يعطيني قيمهم بالتروث تيبل يكون حاكي لي انه هدول سم او برودكت ولا ايش؟ لا هذا التروث تيبل منطق لك مثال هذا المعطى والمطلوب منك مثلا عبر لي عن F1 كسم اوف من تيرمز او F2 كسم اوف من تيرمز. هذا المعطى التيبل هو المعطى وهذا المطلوب اللي حليته انا. تمام ماشي. طيب هذا السلايد انسخه. يعني هون بديش اف كومبليمنت بدي ايش اف 1 خلينا ب اف 1 اوكي. طيب اف 1 وفي الإكس واي زد حكينا إيش بيساوي؟ حكينا اللي هي من تيرم 1 صح؟ أور من تيرم 2 3 4 أور أي من تيرم 7 7 مظبوط؟ طيب تفرض لو أحط كومبليمنت هذا الحكي F1 كومبليمنت شو بيساوي؟ بس اتذكروا بدي اخذها بس هسه على صيغه ايش ماكس تيرمز انه الام 1 كومبليمنت شو بتساوي ام كابيتال 1 ام كابيتال 1 صح. هذا ايش بيساوي ام 1 اور ام 4 اور ام 7 شو مالها الكل كومبليمنت صح كومبليمنت هذه مورغان لما دخل الكومبليمنت شو بصير
M capital 1 and M capital 4 and M capital 7. بالضبط، بس خلني أحلها خطوة خطوة هيك عشان أول مرة. ماشي هيك صح؟ هذا إيش بيساوي؟ M1 capital زي ما حكى زميلتكو، M4 capital، M7. طيب وهذا إيش بعبر عنه؟ هذا بعبر عنه هناك إشارة سم، هون إشارة شو؟ باي. بحط أرقام الماكس تيرمز. أو قبل هاي خليني أرجع خطوة لورا. طيب خليني لهون. طيب أنا سبقت حالي شوي. هسا أخذ بدوخة بهذا الحكي كمان كومبليمنت. بده يرجع زي اللي قبله. يرجع زي اللي قبله. طيب هسا افرض انا بدي اعبر عن F1 complement هون بالتيبل. هاي F1 بدي complement تاعتها شو بكون؟ اللي معها صفار اللي هي 1 و 3 0 و 3 هيك صح؟ اللي هي complement تاعت كل واحدة من هذول صح؟ طيب بس خلني أحط هيك خطوط عشان الدنيا ما تضيعش. طيب هسا F1 complement كيف أعبر عنها بسم of min terms؟ يعني أنا شفت كيف عبرت عن F1 عادي بسم of min terms، بس F1 complement وشفت ال F1 complement كيف عبرت عنها بإيش؟ product of max terms. هذا نسميه product of max terms. تمام؟ طيب F1 هسا complement بتعبر عنها كسم of min terms، شو بعمل؟ M الصفر بطلع وين في ones هون صح؟ اللي هي صفر ثواني اللي هي لا اللي هي هاي صح؟ وهاي 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 صح؟ طيب الأولى M الصفر بالضبط اللي هي نفسها اللي عند الاصفار. فحيكون F1 complement ايش بيساوي؟ M1 or ايش؟ مش M الصفر اول وحدة عفوا M الصفر or ايش؟ M2 وال3 اثنين وال5 وال6 هاي اللي هي هاي M0 من هاي هاي ال1 هاي 2 صح؟ هاي 2 وهاي ال3 4 هاي ال5 وهاي ايش؟ ال6 صح هيك شباب؟ طيب لو عملت نفس الحركة هاي اللي عملتها هون بدي اخذ له complement كمان مرة، بدي اخذ F1 complement هاي F1 complement احط لها complement شو بصير؟ ترجع F1 بصير F1. طب شو بساوي لو بدي احولها لماكس تيرمز؟ لاحظوا انه لما اخذت كومبليمنت نفس الارقام بس صارت ماكس تيرمز وبرودكت بيناتهم صح؟ هو مثال الجمله مات 0 و 2 و 3 و 5 و 6. طيب هاي ايش F1؟ هذا ايش بيساوي برضو؟ حكينا حساوي باي ايش؟ 0 و 2 و 3 و 5 و 6 واضح شباب؟ هسا أنا تعلمت كيف أطلع F من truth table كsum of min terms و F complement كإيش؟ هاي F كsum of min terms صح؟ yeah. دقيقة خليني أعلمك عليها وأنا إيش بشرح. هاي F كsum of min terms وهاي F complement كبرضو كإيش؟ sum of min terms برضو صح؟ هاي F complement كشو product of max terms صح؟ صحيح. وهاي F1 كشو product of max terms. يعني لكل function هو complement تاعته min terms
وهو الكومبلمنت تاعته كماكس تيرمز. في حد بيعرف ايش؟ ناخذ مثال، ناخذ مثال لاف 2. انا بدي اربع اشياء لاف 2. بدي اف 2 طبعا اوف الاكس واي زد ك سم اوف من تيرمز، اف 2 كايش؟ product of max product. terms. بدي F2 complement هاي ماشي. بدي F2 of x y z complement كايش؟ sum of min terms. بدي F2 x y z complement كايش؟ product of max terms. طيب مين بيحل الأولى؟ خليني احط هون الارقام جنب الاشياء عشان ما نخربطش. هاي الزيرو، هاي الون صح، هاي التو، هاي الثري، هاي الاربعة، هاي الخمسة، هاي الستة، وهاي السبعة صح. هاي ارقام ايش؟ سواء من تيرمز او الماكس تيرمز. طيب مين بحل الاولى؟ الثلاثة ام الثلاث او ام ليش رحت ام الثلاث بالترتيب؟ انطيني عفوا انا اسف خربط صح. ام الثلاث او صرت اطلع هاي الون كان هي الفانكشن. اوكي الثلاث او ايش؟ الخمسه او الخمسه او السته او السبعه. طيب الماكس تيرمز بطلع وين في عندي ايش؟ صفار. صفار شو بحط لها؟ صفر واحد اثنين، صفر واحد اثنين والأربعة. والأربعة لاحظ إنه اللي هنا هم اللي يعني اللي هنا وهون هم بيكملوا بعض، يعني هم الاثنين مع بعض بنطق كل أرقام المين تيرمز أو الماكس تيرمز، وفي هن ماتشوري إكسكلوسيف، يعني الرقم اللي هون بصيرش يكون موجود هون. تمام؟ يعني مثلا أنت كيف تسأل حالك إذا بدي أحول المين تيرم لماكس تيرم؟ بقول شو أرقام المين تيرمز مش موجودة بحطها كأنها ماكس تيرمز هيك. طيب يعني اذا عارف ان 3 variables ما تعرف انا من 0 ل 7. طب اذا كان 4 variables وهي بس من 3 ل 7 هيك شو بباقي؟ لوين بكملهن؟ 16 صح او 15؟ 15. طيب واحد غير اللي شب اللي حل معي يطلع لي هسه f complement كسم اوف من تيرمز 0 1 2 4 بالضبط، اللي هم برضو ايش؟ اللي ما كانوش موجودين هون صح؟ لانه لما تاخذ كومبلمنتهم حيصير الاف حيصير هناك ونز فباخذهن، الاصفار بصير ونز. طيب اللي بعديها واحد غير الحل معي هسه 3 5 6 7 3 5 6 7. في حدا بيعرف يطلع الاربع اشياء هاي من التروث تيبل؟ لاي فانكشن معطى له تروث تيبل؟ اي شيء صيغه باي هذا ايش او ام كابيتال شو بنسميه هذا الفانكشن مكتوب بالدلاله ماكس تير بالضبط، والسم سم اوف من تيرمز بالضبط. ولاحظ هون ما بحط الام جوا اذا استخدمت السيمبل هذا، امتى بحطها؟ اذا بدون سيمبل حطيت بينات اور او ان صح. طيب هسه بس افرض انه انا بدي هاي اف 2 حكينا شو بتساوي هي ام الزيرو اندد مع مين؟ ام ال1 صح؟ اندد مع مين؟ ام ال2 اندد مع مين؟ ام ال4. طب بدي زي ما عملت بالمين تيرمز فكيت على اكس واي زد، بدي اعبر عنها هون اكس واي زد. شو بعمل اول شيء؟ بحط جوز فورا شو فيه كل الفاريبلز اكس بالترتيب نفسه اللي ظهرت فيه بالفانكشن صح؟ هيك هسه بسأل حالي هاي ام صفر معناته الكومبينيشن كان عندي صفر صح؟ اللي اجي عندي بالتروث تيبل وين لازم احط كومبليمنت عشان يصير الجواب صفر؟ في مكان لازم احط عليه كومبليمنت؟ لا لا، فبخليها. لو ارجع لك على التيبل هيك ام الزيرو شوف شو هي هيتها
بدون كومبليمنت صح؟ طيب نفس الشيء هذا أندد مع مين؟ بحط هيك X or Y or Z. طيب ال1 كيف تمثيلها؟ 0 0 1 صح؟ بس بحطها الزد بحطها الزد عشان يصير الأوريج بيناتهم صفر صح؟ طيب ال M2 X or Y or Z ال2 كيف تمثيلها؟ هيك صح؟ وين بحط الكومبليمنت؟ على الواي على الواي and X or Y or Z وين بحط الكومبليمنت؟ 1 0 0 على X بالضبط واضح شباب؟ انا محيت واحده هناك صح اكس واي وهنا ايش واي هيك طيب في عندهم حدا عنده مشكله بايش شرحته مش فاهمه واضح شباب اي مشكله لحد الان طيب يعني هسه الكل فاهم كيف طلع F كسم اوف من تيرمز وبرودكت اوف ماكس تيرمز و F كومبليمنت كسم اوف من تيرمز وبرودكت اوف ماكس تيرمز واضحة دكتور واضحة دكتور ممتاز طيب هسه الفانكشن ممكن يكون مكتوب بصيغة ثانية يعني ممكن منطيني algebraic equation للفانكشن تمام بوليان فانكشن بس مش مكتوب كسم اوف من تيرمز او ما او برودكت اوف ماكس تيرمز وبدي اطلعه بهي الصيغه مين عنده اسرع طريقه من اللي تعلمناه لحد الان شو بقول لي ايش السؤال دكتور السؤال افرض انه انا معطي لي هذا المثال هل هذا سم اوف من تيرمز اول شيء نعرف انه سم اوف من تيرمز ولا لا شو رايك لا ليش لا في بيناتهم اند بين البي برايم والسي عم بقول لك سم اوف من تيرمز شو سم اوف من تيرمز ما هو مجموع اند تيرمز صح اور تا اند تيرمز في اند تيرمز بيناتهم اور صح ولا لا بس ايش في شرط حكيت لكم اياه ليش هذا شباب مش سم اوف من تيرمز او اذا سم اوف من تيرمز ليش هو سم اوف من تيرمز شو الشروط اللي حققها يلا مين ماركو سيبنا قاعد كيفي ضرب يعني مش عارف شطارة محمد شطارة نعم دكتور جاوب هذا سم اوف من تيرمز ولا لا هذا الفانكشن دكتور لا لأنه كل تيرم لازم يكون في عدد الفيربل نفسهم المتغيرات بالضبط كل تيرم لازم يظهر فيه الـ ABC لأن هذول 3 variables يظهر بكل تيرم فيه الـ ABC هذا مش ظاهر فيه غير إيش A وهذا مش ظاهر فيه غير إيش BC BC تمام فهذا مش sum of min terms طيب كيف أطلع المن terms تاعونه أكتب على صيغة sum of min terms أو canonical form احنا حكينا السم اوف من تيرمز والبروتكت اوف ماكس تيرم هم الفرعين تاعت ايش كانونيكال فورمز تمام فانا بدي اكتبه ككانونيكال فورم بس بدي اعبر عنه هسه كايش سم اوف من تيرمز بهذا المثال ماشي هاي طالب منك انك تعبر عنه سم اوف من تيرمز شو اسرع طريقه او مش اسرع طريقه اسهل طريقه حسب اللي تعلمنا لحد الان تروث تيبل تروث تيبل بعمل تروث تيبل بقول هاي بحط نفس الترتيب اللي هون لاحظ انتبه لو البي مشقلبه بشقلبها بالتروث تيبل تاعي لما ابي بحطها بنفس الترتيب A B C وكيف اعمل التروث تيبل كم زيرو بحط للـ A أربعة واحد اثنين ثلاث أربعة بعدين أربعة واحد صح وحدات طيب بعدين شو البي 0011 0011
والسي 0 1 0 1 0 1 0 1. وهاي اف بتحسب اف. طيب اف بيساوي واحد لما ايش؟ لما هذا واحد او هذا واحد صح؟ طيب امتى وين هسه امتى بكون هذا واحد الترم الاولاني الاي امتى بكون 1 بالنص الثاني بالضبط. لو تطلعوا عليها شباب هاي A 1 هون صح؟ معناته F شو راح يكون بغض النظر عن قيمة B و C؟ 1 لأنه R 1 صح؟ طيب هسا السؤال الثاني بدي أسأل حالي إنه إمتى الترم الثاني 1 اللي هو إيش؟ B complement C. B شو لازم تكون؟ صفر وسي شو؟ واحد صح؟ مزبوط؟ طيب مزبوط. بي صفر وسي واحد هاي واحدة منهن صح؟ فبحط قبالها وان. وين في كمان صفر وواحد؟ هاي اوريدي بحطط وان قدامها. طب غير هيك شو قيمة الفانكشن؟ زيرو. طيب هسا معناها لو بدي اعبر عنه انا اف وفي الـ A, B, C كسم of من terms شو بحط؟ هذا بالديسيمال مرتبات إنه هيكون هذا 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 شو؟ يلا نلقى 1 1 1 و إيه؟ من الأربعة على السبعة 4 و 5 و 6 و 7 بالضبط. طيب هاي أول طريقة. طريقة ثانية شو بقول لك؟ أول إشي هاي كاتب فيها هون expand the expression into sum of n هذا ال f a for b complement c هل هذا مكتوب على صيغة sum of n terms؟ شو رأيكم؟ لا لا ليش مش sum of n terms في R؟ لأنه لازم بكل term يكون في A و B و C. لا هسا أنت اللي بتحكي لي عنه هذاك المين terms. أنا قاعد أحكي اسمعني sum of n terms مش مين terms دكتور، لأنه الـ A لحاله ما مش معمول and مع حدا. لا ما هو خلص ماشي مع مش معمول اند لا مع حدا خلص بيدخل على الاور الاخيرة عادي. هذا ما بينفيش انه sum of n terms. لما اقول لك sum of n terms يعني بديش اشي يكون زي هيك مثلا a في b or c هل هذا sum of n terms؟ لا مزبوط. اذا بدي اخليها sum of n terms شو بعمل فيه؟ a b or a c هذا sum of n terms هذا sum of n terms. هذا ايش؟ لا هذا طيب شو؟ معناته هذا مزبوط sum of n terms. هاي اول خطوه تكتب على sum of n terms. يعني اذا كان عندك شيء زي هيك شو تعمل فيه؟ تفكه تكتبه ك sum of n terms. هاي اول معموله جاهزه. الخطوه الثانيه تمسك كل ترم لحاله هذا ترم وهذا ترم. طيب انا هذا بدي امسكه أو يمسكه بالأزرق تمام. هذا بدأ عفوا يمسكه بال طلع عندي أخضر أوكي. وهذا الثاني بدي يمسكه بإيش؟ اتسيب بالأصفر ولا لا بالأسود؟ لا مش هيزبط. anyway بالأزرق كان أكتبه مرة ثانية شباب معلش تحملوني. خلاص هاي الA بالأزرق والB الثاني اللي هو كان إيش؟ B complement C بالأحمر. طيب طيب هسا نمسك مين أول إشي؟ الB complement C عشان أسهل. طيب الB complement C شو بقول لك اعمل بالبروسيجر؟ شوف شو الفاريبل الناقصه. إحنا إيش عنا؟ A B C. وين الفاريبل مش موجود عشان نقول عنه مين تيرم؟ هذا مش مين تيرم ليش؟ لأنه في فاريبل ناقص صح؟
اللي هو A. طيب بدي اعمل ادخل A على الترم، كيف ادخل A وبدون ما اغير قيمته فعليا؟ اضرب A واقسم A بعدين في قسمه باللي احنا اخذنا قسمه بالبنيان. شفت انا هيك؟ ها لا بقول انا حكيت هيك بالغلط يعني. طيب يلا قولي شو اعمل. اضربه بواحد اخر شيء. مش اضربه، اعمل له اندنج بواحد. والواحد شو بساوي؟ يلا قولي شو بساوي لو بدي اعبر عن الواحد بـ A، كيف بعبر عنها؟ A or A prime بالضبط صح؟ صح. A B complement C or H A prime B complement C صح؟ يعني مرة مع A ومرة مع H A prime. هذا حط لي على جنب. طب هذا بدي اعبر عنه كإيش؟ بس في المين تيرم بصور بس بي برايم. ثاني واحدة عفوا هاي بي برايم. طب لو بدي اعبر عنه بالمين تيرم شو رقم المين تيرم هذا الاولاني؟ بدك تقول هيك 101 صح؟ اللي هو ايش؟ خمسة بالضبط. هاي ام الخمسة اور ايش؟ ام الايش؟ اثنين الواحد ام الواحد. هاي حط ليها بوكس وخلصناها. هسه بدي اعمل مين؟ الاي. ايه شو ناقص عشان يصير من تيرمز؟ شو الفاريبلز؟ بي و سي. بي و سي الاي بتساوي ايش؟ اول شيء بدي ادخل عليها البي، تعملها مرحلتين ماشي. A B or B complement صح؟ هذا ايش بيساوي؟ A B or A B complement بالضبط. هسه ال A B بدي ادخل عليها C و C complement، وهي بدي ادخل عليها C C complement صح؟ هذا ايش بيساوي؟ A B هي بدي ادخل عليها شو؟ برضو C or C complement صح؟ or ايش؟ A B complement C or C complement. هذا ايش بيساوي؟ ABC ABC BC or ABC complements or AB complement C or AB complement C complements. تمام هاي فكينا القواس. طيب هسه صاروا عندي ايش من terms. طب شو ارقامهم؟ هذا ام الايش لو بدي اكتبه هون ماشي. ام الايش هذا ام 7 صح؟ اور ام الايش؟ 6 اور ام الايش؟ 5 4 5 هاي ليش 4 صح؟ وينك اللي حكت 4؟ مزبوط طيب ام 5 وهاي ام الايش؟ 4 طيب هسه لو بدي اكتب الفانكشن كله مع بعض بدي اجيب هذول صح؟ مع مين؟ مع هذول. معناته اف شو بساوي؟ لو بدي اف شو بساوي؟ حيكون ايش؟ لو بدي اكتبه هون الواحد حيكون نبدا بالرقم الصغير الواحد 4 و5 6 و7 4 و5 و6 و7 اللي هن موجودات هنا وهون صح؟ طبعا في اشياء مكرره ما بتقدر تحطها مرتين على الفاضي لانه صح ما بصيرش ما تكرر المكرر خلص. يعني زي مثلا ام الخمسه موجوده هون وهون ليش تحطها مرتين؟ مش احنا تعلمنا انه x or x يساوي x. طيب هل هذا نفسه هذا؟ نفسه نفسه خلاص تعلمنا طريقة.
حد عنده شك كيف يعني يعملها او مش فاهم؟ حد عنده شك شباب كيف نعملها؟ اي مشكلة؟ حد مش كم الحضور عندكم؟ 37. طيب هسه الإشي الثاني كيف أكتبه كبرودكت أوف ماكس تيرمز؟ هسه إحنا شفنا إيش؟ سم أوف مين تيرمز صح؟ طب برودكت أوف ماكس تيرمز أول خطوة إيش؟ اللي هي تروث تيبل صح؟ هاي أول طريقة في داعي نعملها؟ تعال نأخذ مثال عليها. اعتبر هاي F بدي أعبر عنه كبرودكت أوف ماكس تيرمز. لاحظ إنه فانكشن أوف إيش؟ هذا افرض إنه كان بالضبط افرض إنه كان مكتوب لك هيك يعني F أوف X Y Z في 3 variables صح؟ لأنه هاي في X Y وهاي Z. تعمل truth table x y z x y z 0 0 0 0 1 1 1 1 1 صح؟ بعدين ال y 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
عندي هاي سبعة وهاي صح؟ سبعة. طيب والإشي الثاني لازم x صفر وزد واحد من هذا الترم صح؟ x صفر وزد واحد وين موجود؟ هون صح؟ واحد وهون مزبوط؟ في غيرهم؟ لا معناته الفانكشن باقي الأماكن شو قيمته؟ زيرو صفار. طيب لو بدي أعبر عنه هسه أنا كسم أوف من تيرمز شو راح يكون؟ هذا من تيرم رقم واحد صح؟ اثنين وهذا ثلاث مزبوط؟ بس خليني ما أوسع شوي. لو بدي أعبر عنه كسم أوف من تيرمز أف أوف الـ X Y Z نقلوني إيش؟ واحد وثلاث وقلنا وإيش؟ ستة وسبعة. ستة وسبعة. آه لا إحنا عفوا نحل هون لماكس تيرمز صح؟ آه بس مش هاي اللي بدنا إياها، إحنا بدنا اللي فيها أصفار. بدنا الماكس تيرمز، إحنا مش اللي سم أوف من تيرمز. هتكون إيش؟ أف أوف الـ X Y Z بشوف وين أصفار بأخذهن صح؟ هون باي مش سم إذا بديها ماكس تيرمز اللي هي الصفر والاثنين والأربعة والخمسة. الأربعة والخمسة مزبوط؟ طيب هاي أول طريقة. الطريقة الثانية تعال نشوف شو مكتوب عندنا بالسلايد. أول إشي لازم أمثله بإيش؟ or terms بيناتن and باستخدام إيش؟ distributive law. يعني شايفين هون بالمثال x or y z شو بعمل؟ بوزع ال x هون والواي هون وعلى الزد على الواي وعلى الزد شو بصير عندي؟ مكتوبين كأنهم إيش؟ and or terms. طيب يعني هاي أول خطوة أعمل أطلعه بكتبه and of or terms يعني هيك أقواس بيناتن orات وبين كل قوس وقوس شو فيه؟ and. هاي أول خطوة. طيب تعال نطبقها هسه. أنا إيش عندي الفانكشن هون؟ هياته هذا بيساوي xy الفانكشن بيساوي xy or إيش؟ x complement z. هسه أول شي بدي أوزع هاي وين؟ على هاي وعلى هاي شو راح يساوي؟ مين يقول لي؟ x or x prime ده أنا بوزع هاي خذ هيك بوكس واحد طيب
أول خطوة خذيها كبوكس واحد. إيش حيكون عندي؟ أنا ما سمعتكيش إيش حكيتي ترى، بس افترضت إنك حكيتي إشي يعني، بس ممكن أنا ما سمعتكيش كامل. إيش كنت بدك تحكي؟ أنا حكيت إكس أور إكس برايم. لا أنت معناته أنا توقعت سوي صح، بتاخذي هاي كبوكس كامل هسا، اعتبري هاي فاريبل جديد إحنا مش حاطينه، سمي مثلاً W بيساوي إيش إكس واي، طبقي عليها. طيب هتكون إكس واي أور إيش إكس برايم أندد ما مين إكس واي أور زد. حدا مش فاهم هاي الخطوة؟ أنت هيك كنت بدك ولا لا؟ ولا كان قصدك إشي ثاني؟ إذا كان قصدي إشي ثاني. طيب طيب شو رأيكوا هيك؟ منطق ولا مش منطق؟ هيا يا أنا هاي الذي مش شايف قصدي هاي هيها وزعتها مع إكس كومبليمنت تمام وزعتها مع مين مع زد صح تمام حدا مقتنع فيش ولا حدا مقتنع تمام بس اعتبرت انه بدل اكس واي اعتبرته شيء ثاني عشان سهل حالي الفهم يعني عشان اعملها خطوات عرفت علي عشان ما اخلص طيب هسه الخطوه اللي بعديها شو بعمل هذا ايش بيساوي هسه بدي الناقص هسه نفس الشيء هون شو بدي اعمل بدي اوزع الاكس كومبليمنت هون وهون صح فهذا بدي اكتبه بالازرق هسه هذاك راح اكتب بلون ثاني حيصفي عندي ايش x complement or x صح دكتور هذا اللي كان قصدي اياه اوكي انت بدك كنت بدك تحليها مره واحده مره واحده طيب ما حدش راح يفهم لو بدي احل لك اياها مره واحده غير انت بجوز او كم واحد يعني اللي متبع مركز 100% يعني ممكن اللي قدام انت تحلوها مره واحده ما عنديش مشكله بس الفكره انه بدي الحل صح بالنهايه مش تخربط اذا حليتيها مره واحده هسه اكس كومبليمنت مع مين برضو مع واي هاي في اند هسه في اند هسه الثاني الحد الثاني هذا بدي احله باي لون بالاخضر هذا بدي احله بالاخضر طيب هسه بدي اوزع انا مين الزد على الواي وعلى الاكس اند ايش زد اور اكس اند زد اور واي أنا بحب أكتبه نفس الترتيب عشان لما أطلع الماكس تيرمز يظلوا بنفس الترتيب هذا طيب ماشي ماشي زد أور إيش واي واي واضح هسه هاي ما لهاش داعي ليش هاي قيمتها إيش واحد صح واحد طيب هسه أول خطوة خلصناها عملنا expand كإيش product of four terms طب تعال نشوف شو الخطوة الثانية هسه بالبروسيجر هسه بقول لك إيش لكل term ماشي إذا في variable missing زي x شو تعمل ordering مع مين مع مين x x complement فهسه بدنا ناخذ term term بدي أخذ term الأولاني شو ناقصه هذا؟ ناقصه زد صح؟ مزبوط؟ شو اللي مش ظاهر فيه؟ من الـ XYZ زد بعمل له أورينج مع مين؟ زد زد كومبليمنت وهسه إيش بعمل؟ بوزع هاي على مين؟ على الزد وعلى الزد كومبليمنت هاي شو بتساوي؟ X كومبليمنت or y or z هذول كيونت واحدة أخذتين طيب أندد ما مين x complement or y or z complement صح هذول كماكس تيرم شو هذا رقمه معناته هون ال x كان واحد وهي صفر صفر صح هذا إيش أم إيش الفور الفور هاي أم الإيش
5 ام ال 5 هاي اول كير ناخذ الترم الثاني بدي اخذ هذا هسه طالعين بوكس هيك على جنب عشان اخرج تعمل اندنج لكل مضرب ساوي شو ناقصها الواي مش ظاهر صح اكس اور زد اور ايش واي واي برايم طبعا هذا شو قيمته الواي واي برايم صفر صح يعني كفاليو ما تغير شيء كيف هناك عملنا اندنج بون الاورينج مع زيرو الزيرو هو الايدنتيتي ايليمنت للاورينج صح فما تغير على القيمة بوزع حسة هاي كيونت واحدة عمين على الواي X or Z or Y X or Z or Y and X or Z or Y prime طيب بس خلني أكتبها إيش بالترتيب إنه Y ظلها قبل Z و X قبلهم طيب نقريني X إيش or إيش بصير X or Y or Z تمام عشان بس لما اكتب الماكس تيرمز ما خربطش صح and x or y or y prime or z بالضبط هسه لو خليتهم بالاول زي ما حكيتي لي لما اطلع الماكس تيرم راح اغلط صح او اتغلب على الاقل هيك بصير اسهل علي طيب هذا الماكس تيرم ايش اي ماكس تيرم هذا زيرو and والثاني اي ماكس تيرم اثنين طيب هسه ناخذ الحد الاخير اللي هو هذا اكس اور واي هذا ايش بيساوي زد اور واي اور اكس برايم اكس اور واي شو ناقصني زد صح؟ لا عفوا لا اللي ناقص اكس احنا قاعدين ناخذ الحد الاخير صح؟ اللي هو زد اور واي هذا بيساوي زد اور واي اكس برايم اور اكس اكس برايم طيب هسه بدي اوزعهم هذول كيونت واحدة على هاي وعلى هاي بس اكتبهم نفس الترتيب انه اكس يظهر اول بعدين واي بعدين زد فحيطلع عندي ايش؟ نقلوني زد اكس اور واي اور زد اكس اور واي اور زد انا تقول اكس برايم اور واي اور زد هذول اي ماكس تيرمز هذا اي ماكس تيرم ام الزيرو صح زيرو والفور زيرو فور طيب هسه الاف كامل اللي هو الاندنج تاع هاي وهاي وهاي صح اللي هو بيسكلي ايش حيكون عندي اف حيكون باي اوف ايش نقلوني من الاقل نبدا في هاي عندي 0 2 وايش 2 4 5 4 5 5 لاحظ انه هاي وهاي مالهن نفسها صح تمام هاي وهاي هاي تمام حد مش فاهم البروسيجر تمام نفس الشيء في حد عنده مشكله بالبروسيجر طبعا انا حليت لكم اياها ستيب ستيب انت بدك تتدرب تصير اسرع بدك تصير يعني الخطوات اسرع فيها يعني انك انت مثلا زي زميلتك كانت بدهاش تعملها على خطوتين انت تعملها بخطوه واحده بصير بس تكون دقيق وتكون متاكد ان حلت طبعا طريقتين مطلوبات truth table او انك algebraically تعمل expansion تمام اي سؤال شباب في حد عنده اي سؤال طيب عندنا 38 خلينا ننزل قائمة الفور download طيب هي وقفت تسجيل